السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وفي احوال جيده ان شاء الله. اليوم جيت نقترح عليكم طاجين الكفته بالبطاطا والجلبانه والزيتون، كيجي لذيذ، نتمنىكم تجربوه. ولا اول مره كتزوروا قناه ام خوله، مرحبا والف مرحبا، وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير، كنحتاجو البطاطا، كاين عندنا الكفته، الثومه، كاين الجلبان، كاين مطيشه مقطعه دوائر، البصله مشلطه، كاين الزيتون، كاين الحامض، كاين المعدنوس، كاين زيت الزيتون والزيت العاديه. بالنسبه للعطريه، كاين سكينجبير، كاين الخرقوم، كاين الملحه، كاين الابزار، كاين ملوين، كاين التحميره والمعدنوس. نفس العطريه اللي ذكرتها غادي نديروها للكفته. كنخدموا الكفته مزيان باش كتجي من السماء. كناخذ واحد الانيه كنديروا فيها العطريه اللي ذكرناها، كنزيدوا عليها زيت الزيتون والزيت العاديه، الثومه، المعدنوس وشويه الماء. كنشرملو فيها البصله والبطاطا والمطيشه. كناخذ الطاجين كنديروا فيه زيت الزيتون والزيت العاديه، كنزيدو من فوق البصله، كناخذ البطاطا والمطيشه والكفته كنخدمهم بهذه الطريقه اللي مبينه في الفيديو.
في الوسط كنديروا البطاطا والزيتون والجلبانه والحامض وورقه الغار اللي نسيت ما ذكرتهاش، وكنديروا الطاجين يطيب. Mm-hmm.